لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. I can see not monkey. Monkey بتبدأ بحرف متحرك ولا لا. ساكن؟ هتاخد ايه عشان بتبدأ بحرف ساكن. برافو. طيب نمبر 3 I can see not book. book بردك بيبدأ بحرف ساكن فياخد هياخد ايه بقى. الله عليكم الله عليك عبد. الناس التانية نايمة ولا ايه؟ these are red. بين ولا بين؟ هتاخد بنز عشان خاطر بنز. بنز عشان خاطر اقلام جمع، وهنا بيقول لك these are يبقى عايز حاجه جمع. عندي that is yellow. بس عشان خاطر بس. that is عسل. بس واحد عشان ده مفرد. I can see two. طالما كلمه two cats عسلات. There are ten. children. أيوة عشان ten و are عايزة جمع. this بتاخد bird. ما بيقدرش يعمل fly. I have a. أنا معايا إيه؟ pencil ولا pencils؟ pencil. pencil عشان خاطر ال A بتيجي مع المفرد. this is an. an هتاخد orange ولا banana؟ orange. I can see five. اقدر اشوف five. boys. الله boys يا مستر. جمع اخد boys. برافو. طيب ومعايا those are هتاخد those are caps عشان خاطر those هنا جمع فتاخد caps. وبعديها he is a boy. ما girl مفرد، ليه ما خدناش girl كمان؟ boy عشان خاطر هي وهي يعني تروح للأولاد فتاخد بوي، ما تنفعش هي مع وي. I can see a house. تقدر تشوف a house. house ده true صح. I can see an umbrella. true ولا false؟ false. I can see an umbrella. the false. طيب this is a bike. دي a bike. True. يعني صح. These are cars. True or false? True. These are teeth. True. برافو عليكم. وتعالوا نسمع الكلمات. وهنبدأ بملك. يلا قولي لي قمامة يعني ايه ملك؟ يحمي. يحمي يعني ايه؟ يحمي بروتكت. سلايا. يلا اسبيل كده. أقول حروف. BROTECT. الله الله، شكرا دكتورة حلا. ملك لو تفتح المايك وقولي لي قمامة يعني ايه. لو ما عرفتش ملك نروح لعبد الرحمن بهاء. هل في مشكلة في المايك معاك يا ملك؟ لا. قمامة يعني يا ملك؟ ولا مذكرناش الكلمات يا ملك؟ طب يلا يا عبد الرحمن بهاء.
قمامة. تراش يا مستر تراش. الله عليك تراش حبيبي. يلا زبيل كده عبد الرحمن. تي اتش. لا تي ار. ايوه ايه ايوه تي. لا اتش تي. بس لا اس اتش بس شكرا. سي ار اي اس اتش. شكرا يا عبد. عبد الرحمن محمد قل لي يرمي او يلقي. ثرو. ثرو عسل. هزبل اس اتش ار او دبليو. الله عليك عسل. بس اول حرف الكتاب اسمه ايه؟ تي اتش ار او دبليو. حبيبي اسمعتها اس اصلك. ماشي حبيبي. ياسين العسل قول لي يا ياسين يعيد استخدام. استخدام ياسين. ريسايكل. الله الله ها اسبن. ايوه حبيبي. تي ار اي. لا تمام. ار اي. ايوه سي واج. ايوه سي ان اي. اسد. اسد ياسين حبيبي غال. ملك تاني مش هسيبك يا ملك يا عسل. قولي لي يلتقط. سهله خالص. اه ملك. بيك. ايوه بي. ايوه اي سي كي. الله الله عليك الله عليك. طيب حته عسلات. طيب تعال مين يفكرني كده هو اخذنا ايه المره اللي فاتت؟ مين يقول لي اخذنا ايه المره اللي فاتت؟ الجمع يا مستر. الجمع والمفرد. الله عليك يا ياسين. الجمع البعيد اخذنا البعيد والقريب. يبقى اسمهم ادوات الاشاره. ادوات الاشاره. طيب مين يقول لي في الجمع في المفرد القريب بنقول ايه؟ في المفرد القريب this is. والمفرد البعيد juice. that is. والجمع القريب. الجمع القريب these are. والجمع البعيد. الجمع البعيد مين يقول لي؟ طيب هفكركم بيها اهو. زوس ار. ايوه برافو. عندي اربع عيال. العيل الاولاني اللي هو في المفرد القريب اسمه this is. وده العيل الثاني اللي في المفرد اسمه that is. اما في الجمع القريب these are. والجمع البعيد those are. وقلنا ان دي مفرد قريب ودي مفرد بعيد ودي جمع قريب اما دي جمع بعيد. تمام. طيب النهارده هو هنبدا الحصص اللي باقيه هناخد نتعلم القواعد من خلال المواقف والاسئله. هنتعلم بقيه اللغه من خلال المواقف والاسئله لان دي اسمها خبرات حياتيه. طب اول حاجه معانا ايه في الاسئله دي؟ انا لو انا خدت طالما خدت المره اللي فاتت ادوات الاشاره اللي هما الاربعه دول اللي هو this وذات وذيس وذوس دول مش هيعدوا علينا بالساهل. امال هنعمل ايه؟ احنا خدناهم المره اللي فاتت في الجمله يعني ان احنا عارفين المعلومه دي او انا عارف اسم الحاجه دي فانا بقول المعلومه بتاعتها. المعلومه ان انا مثلا لو قدامي قلم جاف فانا عارف ان ده اسمه pen فبالتالي هقول this is a pen.
فانا بدي معلومه للي قدامي اهو، بدي معلومه للي قدامي فبقول له this is a pen. بس انا كمان بدي معلومه حلوه للي قدامي ان من خلال كلمه this is ان انا بشاور على حاجه مفرده والحاجه دي قريبه مني، فاللي قدامي فهم ان البن ده في ايدي. غير لو قلت له that is a pen, that is a pen. فانا عرفت هنا هو ان انا من كلمة that is a pen ان ده مفرد بعيد، يعني الالم ده بعيد عني، ففهمت اللي قدامي بدون ما انا اقول له هذا قلم بعيد عني. يعني ايه الكلام؟ يعني لو شفت this is، او انت عايز تبين للي قدامك ان الالم ده في ايدك، قول له this is. الالم ده بعيد عنك، بتشاور عليه بعيد عنك، قول له that is. طب عايز تقول له ان دول اقلام كتيره بس في ايديا، فتقول له these are pens، يعني هؤلاء يكونوا اقلام، دول شويه اقلام وقريبين مني. طب انا لو عايز اقول شويه اقلام بعاد عني، هقول ايه؟ those are pens. بما ان احنا معانا شويه عسلات، فكل واحد هيديني مثال. هنبدا بحلا، اديني مثال باللي عجبك. This, that, these, those، براحتك بسرعة بس عشان خاطر ناخده كل واحد يدينا مثال. حلا افتح المايك وقولي لي مثال يا حلا. This is a pencil. الله عليكي، This is a pencil. حلا انا فهمت من كلام حلا ان معاها في ايديها قلم رصاص، فبتقول لي this is a pencil، ماسكه في ايديها قلم رصاص. ياسين العسل وراها ملك. this is a clock. this is a clock. طب هي قالت this، شوف لي حاجه تاني غير this يا ياسين. معلش برافو عليك، بس قول لي حاجه تاني غير this. this خلي بالك انت اخترت these are، ماشي these are ايه؟ these are، ياسين كمل. these are a pencil. a pencil. خلت بالك يا ملك، خدت بالك ان هو في غلطة عنده؟ عشان كده انا قلت له خلي بالك ان انت قلت these are pencils. حبيبي اوعى تنسى، خلي بالك ان these are دي جمع، فتاخد الجمع. ملك افتح المايك وقولي لي مثال فاضل معاك. that those. قولي لي مثال ب that ومثال ب those are and apples. and apples، صح كده؟ شايف الجملة قدامك؟ those are an apples. يا عبد الرحمن بهاء في غلطة بسيطة. apples بس ده ياسين، ده يا نهار ابيض عليك يا ياسين، يا نهار ابيض على apples. فلوك يا عسلة، احنا قايلين ادوات النكرة استحالة تيجي مع الجمع، أدوات النكرة الأي والآن تيجي مع الاسم المفرد. يلا يا عبد الرحمن محمد، هتقول لي فاضل معاك ذات. ذات إز. برافو. ذات إز شيلد. ذات إز إيه؟ شيلد. ذات إز إي تشايلد. child اللي هو طفل. that is a child. a child مش a child، لان صح الجمع children بس هي تنطق child. that is a child. برافو عليك يا محمد. هو محمد بعيد عنه في طفل كده هو، فبيشاور عليه فبيقول لي that is a child. عبد الرحمن بهاء هتقول لي مثال يا ذيس يا ذوس. These are أسد. أسد ها a horses.
horses. ما نحطوش أدوات النكرة مع الجمع. These are horses. برافو عليكم. طب تيجي نعرف لو أنا الحاجة دي ما أعرفش أسأل عن. يعني ما أعرفهاش اسمها. يعني عبد الرحمن بهاء قال كان فيه شوية أحصنة حواليه فكان بيقول لي these are horses. النهاردة هنتعلم أسأل. لو أنا ماشي مع بابا ولا ماما فأنا كل شوية أبص على حاجة أروح أسأل إيه ده؟ إيه ده؟ إيه دي؟ إيه دولة؟ فكلمة إيه أو ماذا بنسأل عليها بالإنجليش بحاجة اسمها what. طب هيجي وراها إيه؟ بص كده هو مش أنت ساعات هتسأل على حاجة مفردة وساعات هتسأل على حاجة جمع؟ لو هتسأل على حاجة مفردة هات لي وراها إز. لو هتسأل على حاجة جمع هات لي وراها آر. لو هتسأل على الحاجة المفردة اللي هتستخدم فيها إز مين يقول لي هيجي وراها مين يا مين من أدوات الإشارة؟ إحنا خدنا أربع أدوات الإشارة. هتسأل وزت. الله عليك الله عليك يا ياسين. أي عبد الرحمن تاني تاني عد. حاضر حاضر. بص كده هو يا عبد أنا ماشي مع بابا فكل شوية وأنا ماشي مسكت في إيدي كتاب شكله غريب فأنا هسأل بابا إيه ده ولقيت لعبة شكلها غريبة بعيد عني فبقول له إيه اللي هناك ده ولقيت شوية كلاب كده لعب جنبية شكلهم غريب أنا مش عارف إيه دولة لا كلبة ولا كلاب ولا إيه فأنا بقول له إيه ده إيه دولة وغير لما تكون حاجة بعيدة عني فأنا لما أجي أسأل طالما أنا مش عارف الحاجة دي اسمها إيه فهسأل هبدأ بوات وات دي ثابتة طب لما هسأل بحاجة على حاجة مفردة حاجة واحدة يعني في إيدي حاجة واحدة أو بسأل على قدامي حاجة واحدة هستخدم إز لكن لو هسأل على حاجة كتيرة يعني أنا شفت علبة أقلام كتيرة الأقلام دي شكلها غريب عاملة زي قلم مثلا زي الأسنان بقول له إيه ده؟ إيه دولة؟ مش هقول له إيه ده؟ إيه دولة؟ هنستخدم R يبقى لما أجي أسأل على حاجة مفردة What is أجي أسأل على حاجة كتيرة What are لو أنا استخدمت What is يعني انا قلت what is مش هينفع يجي ورا is غير عيل من الاثنين يا this يا that يعني هو what is this او what is that طيب تعال نشوفه لو انا هاخد are يعني انا لو قلت what are اللي ممكن يجي وراها ايوه برافو يا عبد هلا ذيس الله ذيس او مين ذيس او ذوس الله عليكم ذيس او ذوس مش احنا قلنا ان احنا ادوات الاشارة اربعة يا ذيس يا ذات ودول بتوعات المفرد ودايما بنقولوا ذيس از ذات از والاتنين بتوعات الجمع ذيس ار وذوس ار في السؤال بدلناهم فقلنا what is يبقى هيجي وراها يا this يا that what are يا this يا those يا those sorry those طيب السؤال هنا يا مستر هو أنا لو سألت ب is الإجابة بتاعتها هتبقى زي ما أنا بسأل ب are لأ لو سألت ب is يبقى الإجابة تبدأ ب its وممكن تحط لي وراها أداة نكرة اللي هي A أو N لو سألت ب R فلازم الإجابة بتبقى ب there أو بنقول عليها لو منفصلة there are they are تاني كده هو تاني مستر وبالراحة مجرد ما أنا ألمح في السؤال كلمة is مع أداة الإشارة أمسك السؤال كله وارميه من الشباك وأقول له شكرا أنا هنزل وأبدأ في الإجابة بـ it's وهحط وراك يا A يا N طب أنا لمحت R هقول له
خد السؤال بتاعك كله وامشي وانا هبدأ بـ there. طب ما اسمها they are يا مستر؟ they are لو منفصلة، متصلة زي كده قدامكم اسمها there. فهناخد there ويجي وراها يا ترى اسم مفرد ولا جمع مع there؟ اسم مستر جمع. اللي فوق هنا اسم مفرد مع اتس الجمع يا مستر. ايوه اسد، مع اتس هو اللي يجي اسم المفرد، مع ذير يجي الاسم الجمع. طب ليه يا مستر؟ ما احنا سألنا باز بتاعت المفرد، يبقى لازم اجاوب باز بتاعت المفرد، ولما سألنا بار بتاعت الجمع اجاوب بذير بتاعت الجمع. تمام. طب ما تيجي نشوفه كده، هو الكلام اللي احنا بنقوله ده شفوي نترجمه عملي، وكل واحد يجهز بسؤال والتاني هيجاوب عليه. ماشي؟ طيب نمبر 1، انا عندي هحاول ارسم لكم حاجه كده هو. شايفين اللي قدامكم دي؟ خمنوا دي ايه؟ شراب. فردة شراب. فردة شراب. فردة شراب. طيب فردة الشراب دي انا مش عارف اسمها ايه بالانجلش، بس انا عارف السؤال بتاعها. هسأل واقول ايه؟ انا اول سؤال هسأله نفسي قبل ما اعمل السؤال، يا دي يا مستر هو دي مفرد ولا جمع؟ دي مفرد. دي مفرد. دي واحدة بس. طيب يعني انا دلوقتي هستخدم what is ولا what are؟ لا، طالما مفرد يبقى هنستخدم مين؟ what is. حبيبي what is، يبقى هنبدأ ب what is. طيب انا هرسم لكم اليد، فكده نقول عليها this ولا that؟ حبيبي what is this. يبقى انا شايف الصباع قرب من الشراب، فده قريب وده مفرد، فبالتالي في الإجابة هنقوله ايه؟ كنا في السؤال طالما مفرد قريب قلنا what is this، ما هذا؟ في الإجابة هنعمل ايه؟ it is. It's. الله عليك. It's. وهقول ايه يا ان؟ بس قبل ما ابدا ايه وان هشوفه ده اسمه ايه؟ اسمه ساك. فاقول ايه ولا ان؟ it's a sock. It's a sock. طب يا مستر. ايوه يا مستر. انا شفت الرسمه اللي ايوه يا مستر. ايوه مين اللي همس؟ ازيك يا همس؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا همس. يا نهار ابيض، لينا حصتين ما شفناكيش. احنا يا مستر مش كنا عارفين ندخل على الرابط. طب ما اتصلتوش ليه بيا؟ احنا اتصلنا من الخط اللي بتاخد على الحصة، ومن بابا اتصل برضه. وانا ما ردتش؟ معلش والله ما خدت بالي. طيب تعالوا نبصوا، انا دلوقتي رسمت لكم طب عشان خاطر همس بسرعه كده يا همس، احنا يعتبر مفيش غير الصفحه اللي قدامك هي اللي جات الجديده يا همس. ايه اللي حصل؟ احنا خدنا المره اللي فاتت ادوات الاشاره، وقلنا ادوات الاشاره اربعه عشان اشاور على الحاجه، فانا عندي حاجه مفرده وحاجه جمع، بس المفرد ده ممكن تبقى في قريبه في ايدي فبقول this is، والجمع ممكن تبقى بعيد عني، مفرد بعيد عني فبقول that is، ولو دي جمع بس قريبة مني هقول these are، ولو جمع بعيد عني هقول those are. طيب أنا ماشي. قلت لو خدت is، يعني أنا لمحت is في السؤال، يبقى على طول كده وانت مغمضة تبدأ ب it's.
يعني انا لقيت وات از على طول وانا مغمض كده نبدأ بإتس. طب لقيت وات ار يبقى نجاوبه بذير. ماشي تمام. واول مثال خدناه كان فردة شراب ضايعة من عبد الرحمن، فانا بقول ايه ده، فكانت في ايديا اهو قريبة من ايديا، فطالما فقلنا وات از ذس. انا لا انا عايز اجاوب، عايز تجاوب. طيب هنشوف في التانية بقى، فردتين شراب وقريبين من ايدي، مين هيجاوب؟ انا يا مستر. ارفع ايدك، ارفع ايدك اللي عايز يسأل، عايزين واحد يسأل. مستر انا. ارفع ايدك، واحد يسأل والتاني يجاوب. انا عايز اتنين دلوقتي. ياسين اول واحد رفع، يلا يا ياسين. What are أيوة these. الله الله يا أسد. What are these. إيه دولة ياسين؟ العسلة شاور على الشرابات، وما إن الشرابات قريبة من إيده، فقال لي What are these، حتة عسلاية. مين اللي هيجاوب؟ What are these؟ هنجاوب ونقول ايه؟ حلا، حلا العسولة، يلا يا حلا. They are socks. الله عليكي، socks. socks يا حلا، حتة عسلاية يا حلا، برافو عليكي. حلا سمعت الكلام فشافت ار، راح قالت للسؤال يلا اتفضل انت امشي وانا هقول في الاجابه they are او they are. they are socks. طيب تعالوا نشوفوا اللي جايه دي، يا رب اعرف ارسمها، ثواني كده نمسح. يا ترى مين خمن وعرفها؟ أنا. أنت عرفتها؟ طب تعال نشوف الصباع بتاعها. ها. دريس مستر. ياسين قال دريس، نرفع إيدين عشان نشوف الناس التانية اللي عايزة تقول. ياسين قال لي دريس فستان. عبد الرحمن بهاء. ده ايه ده يا عم؟ نعم يا مستر. ايه ده؟ سكيرت. سكيرت، الله عليك. سكيرت يعني ايه سكيرت يا عبد الرحمن بهاء؟ يعني فستان. لا دريس فستان. مين يقول لي سكيرت؟ ملك جيبه. جيبه سكيرت يعني جيبه. طيب عايزين نسمع من حد السؤال وواحد تاني الإجابة، ارفع إيدك غير ياسين وغير حلا. سؤال وإجابة تاني. أنا الرحمن محمد هيسأل ملك. عبد الرحمن محمد هيسأل ملك. يلا يا عبد الرحمن. هاي عبد. They are. لا ده السؤال، هنبدأ السؤال بإيه؟ السؤال ده أنا عايز أسأل، أنا مش عارف إيه اللي قدامي ده، فأنا هقول إيه؟ What is. برافو. What is. أيوة. What is that. الله عليك. عبد الرحمن العسل بيقول لي يا مستر الصباع بعيد عن الجيبة، فبيشاور على حاجة بعيدة، فبنسأل What is that. يا ترى يا ملك السؤال ده صعب بالنسبة لك ولا سهل؟ هتعرف تجاوبي له؟ It's a. الله عليك. الله. Skirt. It's a skirt.
حتة عسلاية، برافو عليكي. طب عشان خاطر عسلاية العسلتين التانيين اللي معانا، هنرسم حاجة تاني لعبد الرحمن بهاء وهمزة طلعت. طيب يبقى هناخد حاجة لعبد الرحمن وهنشوف مين يجاوب على عبد الرحمن. هناخد مثلا أنا مست تمام، ايه ده العربية الزبالة دي؟ قاب يا مستر. ثواني يا عبد. كارس. استنى بس يا ياسين، ده دور عبد الرحمن بهاء. يلا يا عبد الرحمن بهاء، وديك اليد، وديك الظفر بتاع الراجل ده. يلا يا عبد الرحمن، عايزين نعمل سؤال وإجابة. What؟ أيوة. What؟ عسل. Are. الله. أيوة. What are there؟ أيوة. What are they؟ أقولها على مستوى. ثواني يا عبد. أيوة. These ولا those؟ دول قريبين ولا بعاد؟ These. الله الله، what are these. طيب تعال نشوفه مين هيجاوب لي على عبد الرحمن. ارفع ايديك. انا مستر. ملك. ماشي يا ملك، يلا يا ملوكة. they are. الله الله، they cars. are cars. cars. الله عليكم، they are cars. حتى أيوة حبيبي، فضل لنا كم حصة إن شاء فضل الله. لنا كم حصة؟ زهقت مني طب ولا إيه؟ لا ما زهقتش. أمال إيه؟ أو فاضل كم حصة؟ ليه؟ إن شاء الله إحنا كلهم 9 حصص إن شاء الله، ففاضل لك كده تقريبا 3 كده ان شاء الله. لا قد ايه كده يا مستر؟ نعم بتقول فاضل لها قد ايه؟ 3 حصص ان شاء الله يا عبد الرحمن، 3 حصص ان شاء الله. ولو زهقت قولوا يعني. ماشي طيب يلا كده نكمل. انا عندي النهارده حاجه تانية غير ادوات الاشاره. ايه هو؟ في حاجة اسمها قاعدة want وحاجة اسمها wants. want و wants دي يعني يريد، الاتنين معناهم كده الاتنين معناهم يريد، عاوز، محتاج. فأنا عندي want الأولانية ليها عيال و wants ليها عيال. لو want الأولانية مين أولادها؟ يلا ورايا وانتوا قافلين المايك. I, we, you, they والجمع. 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 تغنيها كده هو عشان تحفظ ان عيال ال want. I, we, you, they والجمع. طب مين عيال ال wants؟ بردك هتقول ورايا وانتوا قافلين المايك. هي شي ات والمفرد. هي شي ات والمفرد. هي شي ات والمفرد. طيب اسمعهم من حلا، عيال الوانت يا حلا. وانا يا مستر عايز اقول كله هيقول ان شاء الله. عيال الوانت يا حلا. اي وي يو وي زي وي والجمع. I بعد الاي. يو. يو. وزي. أيوة. وي. أيوة. الله عليك، نغنوهم بنفس الترتيب كده هو عشان لو حفظناهم بنفس الترتيب هيبقى زي الفل.
I, we, you, they والجمع. I, we, you, they والجمع. طب مين عيال ال wants يا ياسين؟ ال he والshe والit والمفرد. اوعى تنسى عم المفرد. اوعى تنسى عم المفرد. he, she, it والمفرد حبيبي ياسين. يلا يا ملك قولي لي عيلة ال want بسرعة. ال I والwe والyou والthey والجمع. الله عليكي، خد المعلومة دي. شفتوا دلوقتي ملك قالت لي I, we, you, they والجمع، دي مش بس عائلة ال want، ده عائلة ال don't want اللي هي النفي. يعني لو لمحت don't want هات له نفس عيال ال want، تبقى I, we, you, they والجمع. I, we, you, they والجمع. يلا يا عبد الرحمن محمد قل لي عائلة ال wants. يلا يا عبد الرحمن، في مشكلة معاك يا همس؟ مشكلة تصور ايه يا همس؟ سمعاني همس؟ اقول يا مستر؟ قول يا عبد الرحمن. وي ويو وزي والاسم الجام. دي كانت في الوونت يا عبد الرحمن، لكن احنا بنحكي في الوونتس. الوانتس. هي زي هي شي هي شي ات والاسم الموف. الله عليك الله عليك. هنسمع عبد الرحمن بهاء وراها همس. سمعاني همس؟ ايوه. انت بيفصل منك ليه كده؟ طيب هعمل هعيد تاني، بس هكتم صوتك. اسمع من عبد الرحمن بهاء وهعيدها لك تاني. يلا يا عبد الرحمن بهاء. اي وي يو زي والجمع واسم الجمع ده عائلة الوونتس. انا عائلة الوونتس، انا عايز عائلة الوونتس. هي شي ات والمفرد والاسم المفرد. وقلنا خد التقيلة دي كمان، احنا لما قلنا want في الاثبات خدنا في النفي بتاعها don't want، وهناخد دلوقتي في الwants النفي بتاعها doesn't want. وعيال doesn't want. ايوه ياسين. هاي ياسين. نقفل العصر دي. تمام. يدون. ايوه. بصوا كده هوا. يبقى انا معانا عيلتين بياخدوا نفس العيال. عيلة ال want وال don't want. الاتنين دولة نفس العيال I, we, you, they والجمع. وعائلة ال wants وال doesn't want نفس العيال he, she, it والمفرد. طيب تاني يا مستر كده بالراحة، تاني وبالراحة. بصوا كده معايا عشان خاطر بردك ملك همس. بصوا كده بيقول لك ايه، ان انا عندي عايز اقول انا اريد، فدي قاعدة want to wants، بس انا اريد غير هو يريد. فلو عايز اقول انا اريد يبقى انا يعني اي، واي دي تبع want، فلازم اقول اي want. لو عايز اقول هو يريد، طب هو يعني هي، وهي دي تبع wants يبقى اقول هي wants. نفس الكلام مع وي وشي مثلا، وي يعني نحن، طب وي دي تبع want ابوها want، فنقول وي want. طب شي تبع wants فنقوله she wants هي تريد. طب عايز اقول انا لا اريد او هو لا يريد، لو عايز اقول انا لا اريد يبقى I don't want، لان I من عيال don't want. طب عايز اقول هو لا يريد
يبقى أرجع للعيلة اللي تحت دي اللي هي he doesn't want. ندي بصة سريعة عشان خاطر هقلي بالصفحة فمش هتكون قدامكم. نخلي بالنا أنا ممكن أجملها في الصفحة اللي بعديها. أجملها إزاي يا مستر؟ بص كده، هو أنا عندي ال want أو ال don't want، دول عيلة، وعندي ال wants أو doesn't want، دول عيلة تانية. العيلة الأولانية عيالها ال I we you they والجمع. العيلة التانية he she it والمفرد. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا فكرت عايز اقول انا اريد، يبقى هروح لآي معناها انا، واسأل نفسي هو آي من باباها want ولا wants. اروح ارجع للقاعدة بتاعتي، ياد يا آي من باباك، هيقول لي انا بابايا كلمة want. I want a kitten، انا عاوز قطة صغيرة. هنبدأ، اللي عايز يعمل مثال يرفع ايده. انا عملت مثال اولاني اهو. عايزين نسمع من عبد الرحمن بهاء. بص يا عبد الرحمن بهاء، عايز اقول هو يريد كلب مثلا. هو يريد مثلاً. هو يعني ايه؟ هو يو، هو يو، لا هو يعني he. ايوه. طب مين بابا؟ want ولا wants؟ wants حبيب قلبي، يبقى he wants. ها كلب يعني dog. ياخد ايه ولا ان؟ ايه. الله عليك، يبقى he wants a dog. احلى شكفة لعبد الرحمن. مستر، he wants a dog، هو عايز كلب. مين اللي بيقول يا مستر ياسين؟ ايوه. عايز تقول؟ ايوه. يلا، هم عاوزين كلب صغير. زي، الله عليك، زي want. الله الله. أيوة. دوغ. بابي كلب صغير. الله عليك يا ياسين، عسلايا. حلا وراها ملك. أنا لا، أو أنت لا تريد، أو أنت لا تريدي شمسية. أنت لا تريدي شمسية يا حلا. أيوه. الله عليك ما شاء الله. ها يو دونت. الله. وونت. يو دونت وونت. الله، شمسية بقى اسمها ايه؟ امبريلا. الله عليك. طب يو دونت وونت امبريلا، هتاخد ايه ولا ان؟ هتاخد ان. الله الله، دكتور عمل اي حالة، شكرا. يبقى ملك حالة بتقول لي you don't want an umbrella، انت مش عايز شمسية. ملك هتقول لي هي مش عاوزة فستان. افتح المايك يا ملك. وهي مش عاوزة فستان. هي ولا انا؟ هي. هي she. ايوه. she don't she don't want this want this
فستان يعني ايه؟ دريس. ايه دريس؟ برافو عليك يا ملك، شكرا. همس، خدت بالك من مثال من مثال؟ هذا مستر حبيبي بعد اذنك ثواني، خدت بالك يا همس من مثال ملك؟ ايوه، قالت she don't want this address. هل فيها غلط يا همس؟ لا ما فيهاش غلط. طب عبد الرحمن بهاء، شايف فيها غلط؟ وراها عبد الرحمن محمد، فكروا انتوا الاثنين. ايوه ايوه يا مستر. طب يا ترى ايه الغلط يا عبد الرحمن بهاء؟ دونت. مالها دونت دي؟ اللي هي مكتوبه جمع وهي المفروض تكون مفرد، عشان الله. عشان هو فستان واحد. لا مش عشان هو فستان واحد، عشان خاطر شي، وعشان خاطر شي. لا هي داز دي مش جمع، ده داز دي دونت، قصدي دي بتاعت اي وي يو ذي والجمع، لكن الفاعل اللي هنا هو شي، فتاخد doesn't. عبد الرحمن محمد في غلطه تانية. ايه في غلطه تانية يا عبد الرحمن؟ ال الوان تس. ايوه مالها؟ علشان هي فيها جمع. لا عشان خاطر اسمها doesn't want، عشان do و does بيجي وراها الفعل في المصدر، فبقت اسمها doesn't want. مين اللي ما قالش هنا دلوقتي مثال؟ مين اللي ما قالش مثال؟ نروح على السؤال بسرعة. ماشي تعال نشوف آخر حاجة السؤال، وبعد كده هنلعبه وخلاص. تعال نشوف السؤال بيقول لك ايه. انا عايز اسال، احنا كنا سالنا في مع ادوات الاشاره بوات، لكن هنا هنسال بردك بوات بردك مع وونت. يعني وونت مثلا هنقوله وات، ما او ماذا. بس هناك سالنا باز وار، لان النهارده هنسال هنا مع وونت بدو داز، ودي حتة مهمة جدا. كل ما تشوف want اللي قبليها do يا does، كل ما تشوف want اللي قبليها يا do يا does. طيب بعديها مين؟ الفاعل، السبجكت. ايه الفاعل ده؟ ولده. لو اخترت do يبقى تاخد I, we, you, they والجمع. لو اخترت does يبقى تاخد he, she, it والمفرد. واحط كلمة want. طب want يا مستر ملهاش عيش معانا الا في الاجابة، في الاجابة ممكن تنزل ماشي wants، لكن هنا في السؤال لازم تاخد لي want. طب ليه؟ عشان do does واقفة. طيب مين اللي هيعمل لي؟ انا هعمل اول سؤال والباقي نشوفه معاكم انتم. انا معايا what، وهاخد مثلا do، يبقى لازم اجيب عيل من عيال الدو، يبقى what do they مثلا، هما what do they want. الناس اللي داخله دي عايزه ايه؟ what do they want، عايزين ايه الناس دي؟ عشان تجاوب قال لك هتعمل الخطوات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. اتفقت معاكم كل حصه كل ما تشوفوا what و do امسكوها وافتحوا الشباك وارموها، هوب حد اتعور يبقى انت ماشي صح. وات ودود يترموا من الشباك، وهندل they want هم يريدوا، واشوفهم هم عايزين ايه. they want candy او candies، هم عايزين حلويات. they want candies. طيب تعال نشوفوا مثال من حد تاني. مين يرفع ايده ويقول لي عايز مثال؟ مين هيديني مثال؟ عبد الرحمن بهاء هيديني؟
عايز بوات داز. يلا يا عبد الرحمن. وانت دونت وات داز. وات داز اشوف وات داز. مين ولد مين عيل داز؟ لا مين عيال الدز؟ هات العين من عيال الدز. ايوه يا زين عسل. هي شيئت والمفرد. هات لي واحد منهم يا عبد الرحمن. شي مثلا وات داز شي، وحط كلمتين وراه وونت. هي عايزه ايه؟ ده هي عايزه تشتري جيبه. مين هيجاوب عبد الرحمن؟ ياسين ما قالش. قول يا ياسين. ها مستر يلا جاوب. هي هعمل ايه الاول يا عبد الرحمن؟ هرمي الوات ودو من الشباك. الوات ودو هرموها من الشباك. قول ايه؟ شي want skirt. عايزين جيبه فيها حته بسيطه كده، خلي بالك منها. انا قلت لك فوق ارمي وات ودو، ارمي وات ودو. تحت قلت لك ارمي وات ودو. هيتفضل معايا الاي اس او الاس اللي هي هتتحط مع want هنا، هو تبقى want اس، لان شي من عيالها الوونتس. خلي بالك من الحته دي، ان الدز لو هترمي الدو ما تنساش تنزل الاس للوونت. الدز لو هترمي الدو ما تنساش تنزل الاس للوونت. يبقى شي وونتس اسكيرت. عايزين عبد الرحمن محمد يسال حالة بوات دو يا عبد الرحمن. وات دو What do? خليها you. What do you? What do you like? لا fish. لا احنا معانا قاعدة want. What do you want? انت عاوز ايه؟ ردي له يلا يا حلا. I want. أيوة. I want هو عايز أو أنت عاوزة فستان. يبقى I want dress. إيه دريس؟ عسلاية. إيه دريس؟ قولي لي الإيه معاها. ماشي عسلاية. همس مش هطلع بره الصفحة دي عشان تبقي شايفة القاعدة شكلها إيه. يلا يا همس قولي لي مثال. اسألي لي انت بوات داز وهتجاوب ملك. اسألي ملك. همس افتح المايك. يا اما ملك اللي تسأل. ملك اسألي يا ملك عبال ما تفتح همس المايك. اسألي يلا. اسألي بوات داز. وات داز ايوه شي. الله عليكي. طب احنا قلنا شي بدري. قلنا شي بدري. خليها هي. What does he. What does he want. الله عليك. الله يا همس يا عسلة. انت كنت حاضرة لما قلتلك هنجاوب ازاي؟ ايوه. طب يلا وريني كده شطارتك يا همس. هنرمي مين من الشباك؟ هرمي مين من الشباك؟ الوات ومين؟ ودو عسلاية. اتفضل معايا مين؟ الله الله. هي شي. هي والتاني وان. هي وانتس. هي وانتس. عايز ايس كريم. ايس كريم. الله عليكي. طب ايس كريم تاخد ايه ولا ان؟
آن. الله الله، يبقى ملك همس العسلة بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انت مستر سألت what does he، فانا همسك what ودو ارميها من الشباك، هيتفضل معايا هي وكلمة want، وما انساش ان في ايدي في حرف الاس هحطه في wants، فبقيت he wants an ice cream، هو عايز ice cream. حد ما قالش؟ نقلب يلا على نشوفوا لعبة. نوقف دي، نوقف دي. طيب اول لعبة سهلة معانا، هنجيب ورقة وقلم بسرعة كده. هو جاهزين؟ اول حاجة معايا هنجيب ورقة وقلم. ركز معايا سين، هنجيب ورقة وقلم تمام، وكل واحد فيكم هيكتب لي أربع جمل عن want، واحدة بwants، واحدة بdoesn't want، وواحدة بdon't want. هعملها لكم في السبورة عشان تبقى واضحة قدامكم. ظهرني السبورة. اللعب الأولي لي، أول واحد يخلص يقول لي بينجو. مستر مفيش السبوره، لحظته هتظهر عندك. يبقى عايز جمله بوونت، وعايز جمله بوونتس، وعايز جمله بدونت وونت. جبتوا القلم والورقه؟ واسرع واحد يخلص ويكون كلهم صح هو الكينج، الملك او البرنس، برنسيس، كوين، ملكة. ظهرت قدامكم السبورة؟ لا. طيب مش لازم، بس انت لو عايز جمل، اربع جمل، الجملة الاولانية بوونت، التانية بوونتس، التالتة بدوزنت وونت، الرابعة بدونت وونت. واول واحد يخلص يفتح المايك ويقول لي بينجو، وهيقولهم لي ونشوفوا مين جاب الجمل دي كلها صح. اربع جمل على want، wants، doesn't want، don't want. تاني اربع جمل، جمله على want، جمله على wants، جمله على don't want، جمله على doesn't want. بسرعه. طب هنكتب اللي على السبوره؟ لا مش هتكتب اللي على السبوره، انا بقول لك اللي قدامك دول انا عايز اربع جمل، كل واحده فيهم حطها لي في جمله. حط لي want في جملة، حط لي wants في جملة، حط لي doesn't want في جملة، don't want في جملة. يا مستر. ايوه مستر. أيوة. هو احنا نجاوب؟ اول ما تخلص قول لي بينجو ونجاوب، وقول لي الاربع جمل. لو انت اول واحد جبتهم صح يبقى انت الكوين، او كوينه لو واحده. بينجو. همس ولا مين؟ مستر. ملك. ملك. انا يا مستر خلصت. ملك الاول بعد كده يا مستر. يلا يا ملك. I want to ask her. She wants an umbrella. I don't want a car. He doesn't want a ball. انت كده صدمتيني. ايه الجمال ده؟ ده انا من بدري بقول ملك مش هي. انت عسلاه يا ملك. الله عليكي. انت الكوين يا ملك. انا مستر. طب تعال نشوفوا ياسين جابهم صح ولا غلط. I want a book. عسل. doesn't مستر. ثواني يا عبد. لحظات. ايوه. a book. الله. you don't what a
الله الله، انت الكوين والكوين ملك. ها شي شي دازنت وانت ابوك. الله الله حبيبي ياسين، نسمع همس هي بس انتوا الاثنين كده، هو خدتوا الكوين والكينج. يا كينج يا ياسين، همس. نعم. عملت الجمل؟ نعم لسه لسه. طب عبد الرحمن محمد. عملتها يا مستر. يلا قول. I want drink. I want to drink. Drink. تمام. He wants drink. He wants a drink. A drink. I don't want ايوه drink. الله عليك. doesn't drink. الله شكرا شكرا يا عبد. حلا نعم اودي الجمل. You want an apple. He wants banks. الله. She doesn't want rabbit. عسل. We don't want pasta. الله عسل. حته عسل اهي. شكرا لكم. طيب تعال نشوف اللعبه اللي معانا اخر حاجه وهناخد الكلمات وراها. هنبدا معايا. هبدا بمين؟ بحلا. انا مستر. ماشي ملك. ملك وبعد كده حلا. بص يا ملك، واصله لك اللعبه يا ملك؟ طيب ده ترتيب يا ملك. نفتحها. طيب اول واحده عليك يا ملك. I want pizza. عسلايا. يلا يا حالة. وراها عبد الرحمن بهاء. ده سؤال، خلي بالك. مين حالة؟ خلي بالك السؤال. What you want to do. صح يا عبد الرحمن كده بهاء؟ لا لا ثانية بس. What do you want? أيوة كده يا برنسيسة. أيوة what do you want؟ عايز ألاقي حالة. عبد الرحمن بهاء وراها عبد الرحمن محمد. افتح المايك. عايزين نبدا دي جمله بقى. نبدا بمين؟ want
هنبدأ بوانت على طول. I want a أيوة مستر عسل مستر عبد الرحمن محمد. أيوة ياسين ياسين والهمس I want a hamburger. Burger. Hamburger. Not mush burger. Hamburger. عسلايا. شكرا يا عسل. يلا يا همس. مستعد. أيوة ياسين. أنا عارف إن مش ظهر. الشجرة مش ظهر عندي كلها. هديك لعبة تكون سهلة بس استناني اخر واحد انت هتاخد دي اخر سؤال لهمس وهديك واحدة تاني سؤال تاني انت. يلا يا همس. نعم. يلا you ودو وسباجيتي وونت وصم. محدش يقول لي سباجيتي غلط. سباجيتي سباجيتي you ودو وسباجيتي وونت وصم. You want هبدأ ده سؤال ده سؤال فهبدأ بمين؟ هبدأ بمين في السؤال؟ قلنا يا نبدأ بمين يا مين؟ Do you do do you قلت تاني كده do you معانا سباجيتي want some do you معانا سباجيتي want some you ايوه 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 some عشان some is بجادي some is بجادي عسلاية. طيب تعال نشوف ياسين هناخد شكل تاني انت بس ياسين عشان خاطر ايه هي الجيم دي كانت من خمس اشخاص هناخد اوبن بوكس اوبن بوكس هتختار لي يا ياسين من واحد لغاية خمسة from one to five بس دقيقة تظهر شوية اللعبة عشان ايه اختار فكر كده في رقم عبال ما يجي two two I want a sandwich السؤال بتاعها هيكون ايه يا ريس لو انا عايز واحد جواب سؤال لي I want a sandwich what أيوة what إيه what you what you على طول كده what do you أيوة what what you want الله What do you want? ماذا أنت تريد؟ حتة عسلاية. طيب تعال نشوف الكلمات. اقفل الكاميرا بعد إذنك يا ياسين. تعال نشوف الكلمات آخر حاجة وهناخد. قفلها يا مستر. لا مفتوحة على فكرة قفلها. هناخد هقراهم أنا كلهم أنتوا قافلين المايك وكل صف هيقولوا واحد. Beautiful. Park. Parents. River. Flowers. Want. Like. Don't. Finish. Grass. Look at. Let's. حلا يلا الجنب اللي على الشمال من اول بيوتيفول بيوتيفول بارك
grass. River, flowers, won't. الله عليكي. شكرا. يلا يا ملك وراها عبد الرحمن بهاء. انت الملك اللي على اليمين. يلا. Like, don't, finish, grass, look at, let's. الله الله. عسلا. يلا يا عبد الرحمن بهاء وراها عبد الرحمن محمد. عبد الرحمن بهاء من اول بيوتيفول. Beautiful park, apartment, park, river, flowers, Sharon, this beyond river, أيوة. Flowers, water. عسلايا. عبد الرحمن محمد من أول لايف. أولا على أني يام. اللايك اليمين. Beautiful. Bad. Beautiful. Beautiful. تمام. Bad. Ventus river flower. Won't. الله عليك. يلا يا همس وراها ياسين. همس هتبدأ بلايك. نعم. يلا قولي يلا لايك. Lion. Like. Like. Don't finish. Huh? Lie. Don't. أيوة. Finish. عسل. Grass. Grass. Look at. Look at. Look at. Look at. تقول أنا مستر. Let's. يلا برافو. Let's. أقول أنا مستر. يلا قول. قول يلا ياسين. Like. Don't. Grass. تمام. Grass. Look at. Look. Look at. تمام. Let's. عسلات. أشوفكم إن شاء الله الحصة اللي جاية. ياريت ندخل قبل الميعاد عشان خاطر زي همس كانت عندها مشكلة. هي أنا بصيت في الموبايل لقيت كرنة أثناء الحصة وأنا بشرح. فمعلش هندخل قبل الحصة عشان لو قابلتنا مشكلة تقدروا تكلموني أقدر أحلها لكم. أشوفكم على خير إن شاء الله الثلاثة اللي جاي إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.